نبدأ محاضرتنا اليوم للإدخال عن طريق الأكسل، إدخال إلى الـ SPSS عن طريق الأكسل. نفتح فايل عندنا احنا مجهزيه على الديسكتوب، الكل يشوف هذا فايل اسمه exam data موجود على الديسكتوب بكل حاسبة من الحاسبات اللي أمامكم. افتحوا هذا الفايل، نلاحظ في هذا الفايل انه عندنا هو الاول هو مخصص للفيربل نيمز، هذا الفيربل نيمز مثلا age, gender, BMI, systolic blood pressure و fasting blood sugar و TSC. هذه الفيربلز لابد ان تكون باللغة الاول حتى يتقبلها الاس بي اس اس كاسماء names of variables. من اللغة الثاني راح نشوف انه cases، هذه كيس هذه كيس، كل واحدة من الكيسز تمثل patient. زين، هذه الطريقة هي عملية الادخال للـ SPSS. اذا عندنا category variable مثل الجندر ما راح نكتب ميل او فيميل، وانما نرمزها ترميز عددي حتى يتقبلها ويدخل الاناليسيس الـ SPSS. لابد من ترميزها ترميز عددي، يعني احنا رمزنا للون للفيميل 2 وللميل 1. هذا الترميز احنا حتى ما ننسى شو نسوي، نروح الى شيت 2 ونكتب جندر ونكتب ميل يساوي 1 ونكتب فيميل يساوي 2 وهكذا. اذا عندنا فيربل اخر مثل خلينا نقول هنا فيربل نسميه education، على مود ندخل education level مثلا ندخل ابتدائية نقول 1 وإعدادية secondary school 2 وكولج 3 والماستر خلينا نقول دبلوم مثلا 4 وهكذا. نرمز هذا الرمز حتى تدخل إلى الأناليسيس. إذا بقت بصيغتها الألفابيتيك أو صيغة سترينج ما راح يتقبلها الـ SPSS. إذا هذا الترميز هو شيء ضروري. خلنا نفتح الآن هذا الفايل في الـ SPSS، نروح إلى ستارت، من ستارت إلى أول بروجرامز، وننزل بالسلايد إلى أن نوصل إلى الـ SPSS. من وصلنا الى الفولدر مال اس بي اس اس نفتحه، نفتح هذا الفايل الاحمر، ونبدي الان نسحب البيانات اللي موجودة على الديسكتوب. نروح على فايل ونقول اوبن، ونروح الى داتا راح نفتحها الآن، لكن الباث مالتنا هو الدوكيومنتس، فما نلقى الباث لازم نرجع المين إلى الديسكتوب. أيضا ما لقينا، ليش؟ لأنه هنا عندنا الفايلز اللي نريدها هي فايل مال SPSS، فإحنا هنا إحنا رايدين فايل مال أكسل. ننزل من السهم إلى أكسل، نظهر لنا الفايل الأكسل اللي إحنا رايدين. زين، نختاره ونقول له اوكي، نقول له الان اوكي. لاحظ انه هذه البيانات نفسها اللي كنا شفناها بالاكسل، لكن شنو الرو الاول صعيده في الاعلى، وخلى الكيس نمبر 2 هذا الكيسز، الكيس نمبر 1
الداعي بأسفله مباشرة في الكيسز انعرضت مباشرة. بقى عندنا هنا بعد ما سحبناه للفايل هنا بالاس بي اس اس لابد ان نعرف ايضا معنى رموز. ما يصير نرجع على الاكسل كل ما ردنا نعرف معنى رموز. هنا لازم نسوي ليبل لهذا الرموز. فشلون نسوي ليبل؟ لازم نروح وين؟ الى الفيرابل فيو. ومن الفيرابل فيو راح نلقى امام الجندر اذا اختاريناه، امام شنو راح نلقى الفاليوز، تحت الفاليوز نسوي كليك راح يطلع لنا هذا الدايلوج بوكس حتى نسوي لكل فاليو ليبل. الفاليو واحد الليبل مالته هو 100. نقول له اد. الفاليو 2 الليبل مالته هي شنو؟ في 100. ونقول له اد. نقول له اوكي. الان اخذها اذا رجعنا الى الداتا فيو راح نلقى شنو تحولت الى 100 وفي 100 لكن كليبل لكن داخليا هي شنو 1 و 2 راح تدخل للحسابات. تحت الادونس عندنا هذه الايقونه نقدر نرجعها الى اصلها العددي او نحولها امامنا شنو الى ليبل 100 وفي 100. فانتبهوا على هذه الايقونه اذا كانت not active عند بعض الطلبة خلي يسوي لها activation فراح يلقى labels ظهرت أمامه. هذا بالنسبة لمحاضرة هذا اليوم.